السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. دي واجهة البرنامج كيفي سوفت فليب بوك ميكر برو. دلوقتي هنشوف ازاي بنضيف هايبر لينك او رابط تشعبي، وازاي بنضيف فلاش، وازاي بنضيف فيديو، ودول كله بيشتغلوا. طبعا الفيرجن ده او البرنامج النسخة دي النسخة اللي هي المفعلة، فبالتالي هيشتغل فيها الفيديو والفلاش ان شاء الله بمشيئة الله. والهايبر لينك هنشوف ازاي بنحطها وازاي بتفتح بصورة سهلة جدا. طيب في الاول زي ما تعودنا وزي ما تعلمنا، بنضغط على الزر اللي في النص عشان نختار الملف اللي احنا عايزين نفتحه. طبعا بيكون الاكستنشن بتاعه البي دي اف. انا عامل ملف فاضي هنا، ده ملف بي دي اف عبارة عن 3 صفحات فاضيين، مش هغير اي حاجة خالص. احنا عرفنا ازاي بنغير وازاي بنعدل. انا مجرد هحط الملف في 3 صفحات. بننتقل من الخطوة الأولى، بننتقل من الخطوة الأولى اللي هي Add File، احنا خلاص أضفت الفايل بتاعي، إلى Edit Page، تحرير الصفحة. بيدين الصفحات بالشكل ده كده. أول اختيار هنختار هايبر لينك، بنضغط عليها ونحط الصندوق، فبيطلع المربع الحواري. بيبتدي نحط المفترض بنكون واخدين هايبر لينك موجودة عندنا هنا already. هوريكم ازاي بتتاخد، هوري حضراتكم ازاي بتتاخد الهايبر لينك اهي. ده عنوان الصفحة واسم الصفحة الخاص بي انا. ده اختيار تاني او الاختيار الاولاني، الاثنين واحد، بس دي هنا على فتح فقط اعتقد، ده معرفش حد تاني ولا حاجة. المهم دي الصفحة المقصودة. بفتح الصفحة اهي، بروح في الجزء اللي فوق هنا، بعلم او هايلايتر على العنوان وكوبي، وهقفل الصفحه. هروح احط الرابط ده فين؟ هنا. يبقى اذا لازم اكون فاتح الانترنت او الاكسبلورر او الفايرفوكس او وات ايفر البراوزر اللي انا بستخدمه وتصفح. بحط اللي مش هنا، مش فوق هنا، ده تكست هنعرف دلوقتي بيتكتب فيه ايه. يبقى اللينك هيتحط هنا اهي. بيديني هنا اختيار ان افتح في صفحه جديده ولا يفتح في نفس الصفحه. ممكن نجرب ده وممكن نجرب ده زي ما انتوا عايزين. ممكن احطها هنا وممكن احطها في صفحه جديده بالشكل ده. طيب هنا اكتب عنوان الصفحه او المقصود بالصفحه دي. دي صفحه ايه؟ طبعا احنا اتفقنا الاول بنختار اللون اهو، واختار ان هو هيبقى بولد، واختار 28 مثلا، وادي ده اللي هيظهر عندي. طيب وبضغط اوكي. هنعيد الخطوه دي تاني. هنختار اي لون اهو، وولد. هنكتفي نسيبه كده ولا هنكبر الخط؟ هنسيبه زي ما هو اهو بالشكل ده كده. طيب ادي الرابط بتاع اللينك. عايز احط احنا قلنا عايزين نحط ايه؟ فيديو. هنحط فلاش الاول، هنحط نملى بيه الصفحه بالشكل ده طالما عندنا الصفحات موجوده مفيش فيها مشكله. نختار اهو، مش هنعدل اي حاجه خالص، هنسيبه زي ما هو وهنضغط اوكي. يبقى ادي الفيلم اهو، او اوصله او احطه في المكان اللي انا عايزه. طيب اجي للصفحه الثانيه بيج 2 واحط فيديو، بضغط هنا على اد فيديو واملى بيه الصفحه او في نص الصفحه حسب ما هيتراءى ليا. وهنشوف الحجم بتاعه دلوقتي. هنختار الملف ده، بس هشيل العلامه من هنا. يبقى هلغي العلامه بتاعت اوتو بلاي عشان ما يشتغلش لوحده اول ما هحطه على الصفحه، واشيل ان هو يتعاد مره ثانيه واضغط اوكي. ادي الفيلم هنا بالمنظر ده. الصفحة التالتة اهي، عايزين نضيف فيها صورة مثلا او ايا كان زي ما حضراتكم عايزين اهو، عشان يبقى احنا جربنا كل ايه. ادي الصور اللي موجودة هنا، نختار اي صورة دي sample picture، او هنختار الصورة اللي هنا موجودة هنا خلاص.
اوكي ادي الصوره اهي بالشكل ده. خلاص انا ثلاث صفحات موجودين عندي، حطينا فيهم الافلام والفيديو. طب نشوف الديزاين بتاعنا، طبعا مش هناخد وقت هنا، احنا هنختار اي ديزاين موجود بالشكل ده. هنلاحظ بس ان هنا الشانل او الاسم موجود متغطي بالفيديو، فهرجع مره تانية للصفحه اللي قبلها وهجيب هنا الفيديو هنا، هنزله تحت شويه كده في الصفحه بحيث ان هنا هاخد ده هرفع فوق شويه، واضح ان الكتابه مش باينه اهي، يبقى بالمنظر ده. خلاص نشوف هنا الديزاين، كده بقت مظبوطه. هو هيطلع هنا شمال او يمين مش هيهمنا دلوقتي، احنا عرفنا ازاي بنحول من يمين لشمال، لكن هنروح على طول للتصدير. هشيل العلم من تحت هنا، هكتفي ان هو يتحول كصفحه انترنت وهقول له ستارت، فبقول له هو اتحول خلاص واسمه مجازين 2، بقول له وريني الملف بتاعي او الكتاب اللي اتعمل. ملاحظين طبعا هو اتفتح فين؟ اتفتح في الفايرفوكس اهو، اتفتح في الفايرفوكس. وعشان ما نتلخبطش هنقفل الصفحات التانيه دي اهي عشان يبان لنا واضح بالشكل ده. اقدر اسيبه كده او اقدر املى بيه الصفحه بالمنظر ده، دي حاجه ترجع لي انا، لكن هسيبه في الشكل الوضع الطبيعي بتاعه. طيب هنجرب كل حاجه من الخطوات اللي عندي. واضح ان ده كان من التسميه اللي قبل كده، موجود عندي التو لينكس موجودين هنا اهم. طب لو ضغطت هنا ايه اللي حصل؟ انا ضغطت ضغطه واحده فتحت الصفحه اهي، دي القناه الخاصه بيا على اليوتيوب بالشكل ده كده، ادي الاسم موجود هنا، هما تلاقي ده فيديو لسه موجودين، في حاجات انا حذفتها، ده ملف عمل رسم البياني لتوزيع الطالبات، وده الكورس لاب ده خاص بي اللي بقرر المحاضرات التعليم الالكتروني، وده برنامج كورس لاب دي المحاضره الاولانيه، وان شاء الله هيتم رفع المحاضره الثانيه، وده عمل اختبار الكتروني باستخدام تطبيقات جوجل، وهكذا. تمام؟ طيب ادي كده، وان شاء الله هترفع المحاضره بتاعه النهارده. فدي اي فيلم من دول انا عايز اشوفه، مثلا برنامج الكورس لاب او برنامج الرسم البياني اهو، مجرد ان اضغط عليه بالشكل ده فبيفتح الفيلم الفيديو ان شاء الله. طبعا سرعه الانترنت وسرعه الجهاز هي اللي هتحدد بالشكل ده. اقدر اجري شويه عشان اشوف خطوات قدام اهو بالطريقه دي، يبقى ده في الفيلم دي. لو رجعت تاني بالمنظر ده ممكن اختار فيلم اخر وليكن الكورس لاب اهو، اقدر اقل شويه واقدر اكبر الشاشه بالمنظر ده، وادي دي المحاضره الخاصه ببرنامج الكورس لاب. بالشكل ده اقدر ارجع مره ثانيه واقفل القناه، مش محتاج. طيب يبقى انا كده جربت القناه سواء هنا وهنا، دول هيبقوا شغالين، واعرف منين اول ما هقف عليه بيكتب اللينك بتاعي، وبالضغط هيفتح على طول الصفحه، حتى ده الرابط ده لسه عاملينه اهو، فتحت الصفحه واقدر اقفلها مره ثانيه. يبقى ادي الرابط التشعبي. طيب بالنسبه لفيلم الفيديو، فيلم الفيديو اقدر اشغله اهو ابتدى يشتغل. طب انا عايز اكبر شويه اهو، حامله بيه الشاشه بالشكل ده، اقدر اكبر اهو زي ما انا عايز اهو بالشكل ده، واقدر اتحكم في الفيلم ان اوقف او اكمل اهو، او ارجع بالمؤشر اهو في الخطوه اللي انا عايزها. طبعا الفيلم ده فرنسي حتى الكتابه اللي موجوده معاه، لكن هو مجرد للتوضيح بس يعني. خلاص عايز اصغر الشاشه مره ثانيه بارجع بالشكل ده، عايز الصفحه الثانيه ادي دي وعندي الصور اللي موجوده عندنا، وده فيلم الفيديو، بضغط على بلاي هيبتدي يشتغل اهو، الزرار بتاع بلاي اهو فعال. طب نكبر الاول عشان نشوف الفيديو اهو، ممكن املى بيه الشاشه اهو ادي. السلام عليكم، واقدر اجري الفيلم، اقدر اجري الفيلم اهو بالشكل ده مثلا بالشكل ده اهو. عايز اوقف الفيلم من اول خالص اعيده او اتوقف عند هذا القدر مفيش مشكله، واقدر اصغر الشاشه
اهو والمنظر ده. ودي طبعا كانت الصفحه الاخيره اهو. وده الكتاب الالكتروني اللي موجود بتاعنا، وازاي شفنا في الفيديو اشتغل وشفنا الفلاش اشتغل وازاي الرابط التشعبي بيشتغل. شكرا جزيلا.